أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم بحب أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكارما وايت كوت. بالحقيقة النهاردة يعني فكرنا إنه كان بيجي أسئلة كتير جدا تقريبا كل يوم أسئلة بتبقى بنفس الشكل ونفس الصيغة وغالبا بنبقى جاوبناها على مدار حلقاتنا اللي ابتديناها مع حضراتكم يعني أنا فاكر أول حلقة تقريبا عملناها على الكوفيد كانت في آخر شهر اثنين وعلى مدار شهور طويله جدا كنا بنعمل بريفنج في بدايه كل حلقه ان احنا بنجيب اخر الابديتس او اخر التحديثات الخاصه بالكوفيد وكنا بنعمل دايما في اول الشهر حلقه بنحاول نجمع فيها الحاجات دي. والحقيقه انه حصل ده على مدار يمكن ثمان او 9 شهور لحد دلوقتي و يعني نتيجة الأسئلة الكتيرة المتشابهة اللي اتكلمت في مواضيع ممكن نكون اتكلمنا فيها قبل كده، فقررنا إن إحنا نعمل حلقتين مع حضراتكم إن إحنا نوصل فيهم لكل حاجة محتاجين تعرفوها على كوفيد 19، نراجع مع بعض تاني اللي مرينا بيه خلال التسع شهور اللي فاتت بحيث إن إحنا نقدر نستخدم الحلقتين دول يبقوا حلقتين مختصرتين ومجمعتين كل اللي حصل الفترة اللي فاتت دي واللي لازم حضراتكم تعرفوه عن كوفيد 19 ونستخدمهم في نفس الوقت كريفرنس بحيث انه بعد كده اي اسئلة هتجيلنا بدل ما نقول ارجع او يعني نقول للمشاهدة اللي بعتت الاسئلة دي اتفرج على الحلقات كذا والناس كانت بتقعد تدور لا هنستخدم تاريخ الحلقتين دول وهنستخدمهم كريفرنس في اجابات الاسئلة اللي فعلا اوريدي بتبقى متجاوبه بشكل كبير جدا ولكن زي ما بقول هنعملهم ريفرنس الاسئله الجديده اللي هنبقى ما جاوبناهاش خلال الحلقتين دول طبعا هنجاوبها كل في حينه مع البريفنج اللي بنعمله في بدايه كل حلقه هنعمل حلقه النهارده وحلقه في نص الشهر هنستخدمهم كحلقتين مجمعتين للاجابه عن كل حاجه فيما يخص كوفيد قبل ما نتكلم في الارقام ونبتدي نخد الناس والكلام ده كله في اخبار حلوه فعلا الخبر الاولاني اللي اخيرا يعني الراجل فرد وشه شويه بتاع منظمه الصحه العالميه يمكن هيبقى معانا الخبر بعد لحظات اخيرا دكتور تادرس جبريسيس وهو رئيس منظمه الصحه العالميه قال اخيرا من حق البشر على كوكب الارض اول تصريح يقوله في نوع من التفاؤل يمكن من اول شهر الراجل اللي وشه سامح البركه اللي قدامنا ده قال اخيرا من حق العالم ان يحلم بنهايه فيروس كورونا. الراجل ده اسمه دكتور تادرس جبريسيس وهو رئيس منظمه الصحة, الصحه العالميه. الحقيقه يعني عايز اقول أنه واحد من الاسباب الكبيره جدا اللي يعني, اللي يعني اللي لبسنا في الحيطه بشكل كبير جدا لانه منظمه الصحه العالميه شفنا انه اتاخروا بشكل كبير جدا في اعلان فيروس كورونا او كوفيد 19 كبانديميك جاي من الصين وده خلى كونسيكونسز كثيره جدا تحصل ولكن اخيرا الراجل قال تصريح يعني في نوع من الطمانينه وبث الطمانينه للناس كان على مدار الشهور اللي فاتت حتى لما في ما كنا بنتكلم على نجاحات الكلينيكال ترايلز بتاع الفاكسين ويمكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان بيطلع دايما يقول انه هيبقى عندنا فاكسين اخر السنه كان الراجل اللي شفناه من شويه ده بيسخر من التصريحات دي اعتقد اخيرا انه بدا يحقق نوع من التفاؤل على فكره الفاكسينز اللي طلعت لم يحدث في التاريخ انه فاكسينز تطلع بالسرعه دي عشان كده هيبقى لينا كلام كتير في الكلينيكال ترايلز ولكن تاني يحسب للاداره الامريكيه بشكل كبير جدا انجاز الفاكسينز دي في اوقات قليله جدا يمكن شفنا وقت السارز او السوين فلو كل الفاكسين دي طلعت افريج اي فاكسين لو اخذنا كل الفاكسينز اللي طلعت على مستوى العالم تقريبا افريج الفاكسينز دي من 2.8 ل 3.5 ييرز الحقيقه انه يطلع في خلال شهور ده انجاز كبير جدا وهنتكلم برضه مع حضراتكم انه ربنا كان رحيم بينا جدا انه كانت في كلينيكال ترايلز اوريدي هنتكلم كل ده مع حضراتكم في الحلقتين المجمعتين دول على كوفيد 19. الخبر الحلو الثاني اللي عايز ابتدي بيه النهارده لكل مرضى السكر على مستوى العالم آه لو سالت مريض سكر على مستوى العالم ايه اكتر حاجه بتعاني منها لو كان على انسولين تحديدا هيقول لك ان انا بضطر يعني احقن نفسي كل يوم بالانسولين وطبعا الناس اللي على سيستم اللي هو البيزل بولس سيستم بنسميه بيحقن نفسه مره واحده بالليل للانسولين طويل المفعول وثلاث مرات قبل الوجبات ده تقريبا بيبقى معدل اربع مرات لازم يحقن نفسه بالانسولين كل يوم وطبعا حتى لو الابره رفيعه وكل حاجه بس برضو الناس بيبقى عندها يعني ماخذ كتيره على الفكره دي آه، اسرائيل اعلنت انه هي آه، توصلت لحاجه اسمها اورال انسلين بدل ما الانسلين هيبقى بالحقن هيبقى عباره عن حبوب وده طبعا يعني اعلان كان مهم جدا آه، هيغير العالم او هيغير مفهوم آه، معالجه السكر بشكل كبير جدا على مستوى العالم الحقيقه انه الترايلز بتاعته ابتدت اسرائيل بتقول انه الدواء فعال بشكل ده اللي قدام حضراتكم ده الدواء اللي اسرائيل بتتكلم عليه قالت انه بشكل كبير جدا فعال الترايلز ابتدت في ولايه كاليفورنيا اوريدي آه واصلين هيعملوا كل الثلاث مراحل هنا تاني لانه اسرائيل لما قدمت قدمت على الاف دي ابروفال من جوه الولايات المتحده الامريكيه خبر يعني زي ما بقول هيغير بشكل كبير جدا كل المفاهيم الخاصه بعلاج السكر وخبر جيد جدا ومبشر جدا لمرضى السكر على مستوى العالم. قلت ابتدي مع حضراتكم بالخبرين اللي طاف دول عشان الحقيقه وسط الصخب اللي احنا عايشينه طبعا هنرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو كوفيد 19 الارقام بتزيد ولكن زي ما بقول دايما معدل الوفيات مش انه يعني ستيبل ويمكن بيقل عن الطبيعي ولكن معدل الاصابات بيزيد بشكل كبير جدا وبرضه هنشرح لحضراتكم ليه ده حصل والتحور اللي حصل في الفيروس اللي حصل من شهر واحد او اثنين ودلوقتي العالم جاي بيتكلم عليه والحقيقه انه ده حصل من زمان جدا وناس طلعت علينا وقالت اصل الفيروس ضعف يعني برده ما فهمتش ضعف ازاي بس لانه ما فيش حاجه تقيس ده فكل ده هنقوله مع حضراتكم هنمشي مع بعض الرحله دي النهارده هنبتديها النهارده ونخلصها في الحلقه اللي في نص الشهر زي ما بقول هيبقى وجبه عن كوفيد 19 فقط هنتكلم على كل حاجه تخص الكوفيد 19 بما فيها العلاج وبما فيها الفاكسينز او اللقاحات زي ما حضراتكم عارفين تقدروا تتواصلوا معانا وتبعتوا كل اسئلتكم لان قلت النهارده ان تبقى فرصه ان احنا نتواصل مع بعض عن طريق استقبال اسئلتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكارما تي في تقدروا تبعتوا كل اسئلتكم واستفساراتكم وهنجاوب عليها اثناء الحلقه الاسئله اللي مش هنلحق ناخدها هنجاوب عليها بعد الحلقه كمان هيسعدني ان احنا ندردش مع بعض النهارده لو في حد عنده اي سؤال مباشر يقدر يكلمنا على ارقامنا اللي هتظهر على الشاشه سواء من داخل الولايات المتحده الامريكيه او من اي حته بره الولايات المتحده الامريكيه في رقم فيبر هيظهر برده فايبر صح هيظهر قدام حضراتكم يعني تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم الخاصه الرقم فعلا فايبر تقدروا تكلمونا على يعني على الرقم ده من خارج الولايات المتحده الامريكيه في اي وقت اثناء الحلقه وهيسعدني جدا ان احنا نتواصل مع بعض زي ما بقول دايما هم يعني احنا الاثنين شركاء احنا وظيفتنا في الشراكه دي او اه ان احنا نجيب لحضراتكم كل المعلومات الصح من مصادرها الموثقه وتبقى احدث المعلومات اللي نزلت وظيفة حضراتكم في الشراكة دي ان احنا نشير المعلومات دي قدر الامكان عشان توصل لأكبر عدد من الناس ودي يعني مسؤولية وامانة انا بحملها لحضراتكم كسادة مشاهدين إن إحنا نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس لسببين، أولاً الناس فكرة البرنامج أساساً هو مساعدة الناس بتوصيل المعلومات الصح، الهدف التاني من البرنامج هو القضاء على المعلومات الغلط والحاجات كتيرة المغلوطة اللي بنشوفها في السوشيال ميديا زي ما بقول يعني بصخب كتير جداً زي ما بيتقال فيك نيوز أنا عارف فيك نيوز دي بتضايق ناس كتيرة ولكن هي دي الحقيقه ان السوشيال ميديا معظم المعلومات اللي فيها غلط قليل من المعلومات اللي بيبقى صحيح، النهارده عندنا فرصه ان احنا نشير ونعرف الناس كلها المعلومات الصح الموثقه من مصادرها، زي ما انا قلت صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك، التليفونات كمان، صفحتنا على الانستجرام وايت كوت الكارما تقدروا تبعتوا لنا واحده من المواقع التواصل المهمه جدا هيبقى اليوتيوب، تقدروا حضراتكم تدخلوا على القناه بتاع الكارما الكارما تي في وتعملوا سبسكريبشن وكمان نفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لحضراتكم احدث الحلقات من كل برامج الكارما تحديدا لو عايزين تتفرجوا على حلقات وايت كوت نقدر نروح على البلاي ليست ونروح لوايت كوت وتحديدا نقدر نشغل كل الحلقات اللي اتكلمنا فيهم على امراض كتيره مختلفه جبنا فيها اكبر الكاليبرز او الدكاتره اللي موجودين هنا جوه الولايات المتحده الامريكيه وسعينا بقدر كبير جدا ان احنا نفيد حضراتكم. زي ما بقول هتبقى رحله هنعملها مع بعض احنا هنا هنبقى مصدر المعلومات انتم مصدر الشير عشان زي ما بقول الفائده توصل لاكبر عدد من الناس. يعني متحمس جدا لحلقة النهاردة ان احنا نبتدي الرحلة دي مع بعض ونستخدم الحلقتين دولة كريفرنس فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كول So there's a condition called amblyopia and that's the case in which even with the perfect pair of glasses oh, the kids just not. Uh, you were born with it you have it. This is extra uh, pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the as the baby is developing in the uh, People describe a discomfort usually in the upper part of the abdomen. Okay. Uh, very often it's related to meals. So meals seems to make it. Good candidates uh, for orthokeratology are generally people who have a risk of increase. When we talk about the problems of uh, or the definition of ADD, there are three components. Okay they are of course what's regenerative medicine regenerative medicine is a rather new branch uh, within within the whole the whole ecosystem mondays never come of course they never come if you're not ready Okay. if you are not ready to make a change they don't come and if you're not ready to make the right change they will have never. a multitude of symptoms including memory loss language issues uh, thought process issues behavior so if you have high blood pressure process. make sure that you take your doctor's advices very seriously basically there are three things that you need to do one is control your diet number two do some exercise and number three see your. your but we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages so, so the majority of people between 30 rheumatoid arthritis is a part of arthritis arthritis means inflammation. Of the joint, meaning red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis, okay. and rheumatoid, especially, is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body. مش كتره اعمار صناعيه لكن هو توصيل الكتاب المقدس لكل شبر في الارض تي ايفون اب متاح الان على اب ستور اهلا بحضراتكم في الرحله وبقول الرحله اللي هنبتديها على مدار حلقتين وهنتكلم فيها كل حاجه عن الكوفيد هنحاول نجاوب على كل اسئله حضراتكم اللي بتجيلنا الفتره اللي فاتت كل اللي حضرتك محتاج تعرفه عن كوفيد هتلاقيه في الحلقتين دول ودايما زي ما انا قلت هنستخدم الحلقات دي كريفرنس كبير جدا ان احنا نقول لكل الناس بعد كده الاسئله هتبقى متجاوبه في الحلقتين دول زي ما انا بقول طبعا الارقام بتزيد بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت وصلنا تقريبا على مستوى العالم انه بقى في 66.5 مليون حاله على مستوى العالم طبعا بارقام كبيره بتزيد بشكل كبير جدا يمكن من الاسبوع اللي فات زدنا فوق ال 2 -3 مليون حاله عدد حالات الـ 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 الوفيات على مستوى العالم قارب المليون ونص حالة وزي ما بقول مازال معدل الوفيات العالمي مقارب من الاتنين وثلاثة من عشرة في المية وده برضو نقطة مهمة جدا احنا نعرفها الولايات المتحدة زي ما بقول دايما بتتصدر فكره الـ الـ يعني عدد الحالات على مستوى العالم تقريبا قربنا على 15 مليون حاله او 14 مليون و850 الف حاله على مستوى الولايات المتحده الامريكيه امبارح كان رقم تاريخي في عدد الاصابات الحقيقه ما وصلنالوش قبل كده يمكن تخطينا امبارح بس يعني يعني حوالي ال وعشرين الف حاله النهارده لحد دلوقتي النيو كيسز لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عدينا ال 79 الف حاله واضح ان احنا ممكن 235 الف امبارح طبعا ارقام كبيره جدا زي ما بقول يعني صعب جدا ان احنا هنسيطر على الفيروس ده بالطريقه دي ولكن زي ما قلت في الاول انه النور في اخر التانل او الطريق يعني زي ما بنقول الهند برضو ما زالت الزيادات فيها كبيره جدا وعلى فكره طبقا لعدد السكان الهند يبقى معدل الاصابه فيها مش عالي برغم ان هي دوله الثانيه على مستوى العالم ولكن طبعا عدد سكانهم بيتخطى ال 1.3 بليون فطبعا يعني ارقام سكانهم كبيره جدا ما بتقارنش بالارقام بتاع الدول الثانيه الولايات المتحده اولموست 350 مليون فلو عملنا نسبة وتناسب يطلع برغم انه ال 15 مليون او ال 14 مليون وشويه اللي قدام حضراتكم ولكن يطلع رقم كبير ما زالت طبعا مصر ودايما بنذكرها في كل حلقه في المركز الـ 60 و117 الف حاله النهارده لسه ما طلعوش الرقم اللي بيطلعوه ولكن اقدر اقول انه معدلات الوفيات ابتدت بتزيد ولكن لازم نطلع نقول للناس زي ما بقول كل مره الارقام الصح عشان الناس تاخد حذرها في الموضوع ده الكيرف او الكيرفز او الجرافس اللي دايما بناخدها عشان نوري الناس معدل تصاعد الفيروس في كل دوله ودي برضو عشان يبقى كل حاجه بالسورسز بنجيبها لحضراتكم من جامعه جون هوبكنز واحده من اعرق الجامعات الامريكيه آه زي ما شايفين منحنى الولايات المتحده الامريكيه طبعا خارج نطاق السيطره تماما طالع بشكل كبير جدا جدا يعني مفيش سيطرة وده تقريبا يعني زي ما بنقول معدل انتشار الفيروس عالي جدا برضو هنتكلم في ده ليه النهاردة البرازيل برضو بتسجل واحدة من اعلى معدلاتها على مستوى العالم كمان تركيا من الدولة من الدول اللي برضو بتسجل معدلات عالية جدا الى حد ما الهند بدأ يبقى فيه سيطرة برغم انه هي الدولة الثانية على مستوى العالم في الإصابات روسيا برضو الكيرف بتاعهم في تصاعد كبير جدا 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 عن قبل كده وبالتالي يعني ده بيوري برضو حضراتكم معدل انتشار الفيروس برضو روسيا من الدول اللي فيها عدد سكان كبير اوروبا بدا الى حد ما في ايطاليا وانجلترا يبقى في سيطره على الفيروس وبداوا يقللوا معدل الاصابات بشكل كبير زي ما شايفين حضراتكم الكيرف بتاعهم ابتدى ينزل عن قبل كده وده شيء كويس الدوله اللي على مستوى اوروبا برضو بدات تتصاعد بشكل كبير جدا اوكرانيا والحقيقه برضو من الدول اللي فيها تصاعد كبير جدا ايران وعلى فكره ايران من اعلى معدلات الوفيات على مستوى العالم بقول الوفيات مش حدوث إصابات طيب بالنسبة للشرح بتاع الكيرف اللي قدامنا ليه ابتدى الفيروس معدلات الإصابة تزيد جدا برغم إن معدلات الوفيات قلت عن الأول بكتير جدا الحقيقة في ستادي اتعملت على مستوى اوروبا واتكلمت على فكره حاجه اسمها الترانزيشن او فكره تحور الفيروس والحقيقه ان احنا بنواجه كورونا فيروس ب نوعين مختلفين من الفيروس وعلى الشكل العام في سته سترينز بنتكلم فيهم ولكن النوعين الأساسيين بتوع كورونا فيروس، النوع القوي جدا اللي ابتدينا فيه ويمكن معانا جراف كبير جدا هو اللون البرتقاني اللي قدام حضراتكم، وده اللي ابتدى معانا من أول بداية الفيروس يمكن ما كانش فيه النوع الأزرق اللي قدام حضراتكم، بقينا بنتعامل مع نوعين من الفيروس يعني مش عايز أتكلم كلام علمي كتير ولكن جينيا بنتكلم في تحور حصل وان احنا بنتكلم في نوعين من الفيروس نوع اسمه دي 614 وده طبعا ما يهمش حضراتكم في حاجه الثاني جي 614 ولكن الفرق بين النوعين النوع البتوياني اللي ابتدينا فيه ده كان الاشرس وكان معدل الوفيات فيه عالي جدا ولكن آه زي ما بقول النوع الازرق اللي هو اللي احنا بنواجهه او بنواجه معظم النوع ده اللي هو الجي 614 دلوقتي معدل الاصابات سريع جدا ولكن معدل الوفيات يعني اقل بشكل كبير جدا ده نتيجه انه الفيروس التحور اللي حصل خلى انه الجينات بتاعه تبقى معدل الانتشار اسرع ولكن الوفيات قلت زي ما انا قلت الاصابه الاولانيه جت في كبار السن في اوروبا وده سبب وفيات كبيره جدا كمان ما كناش فاهمين الفيروس بشكل صح ومش كناش بنعالجه بالشكل المطلوب فهمناه مع مرور الوقت ولحد دلوقتي لسه بنتعلم بشكل اكبر عن الفيروس ده السبب الرئيسي ما فيش حاجه اسمها الفيروس ضعف ولا الكلام الفاضي اللي بيطلع الناس تقوله حصل تحور هو ده الشكل العلمي المقبول علميا اللي نقدر نتكلم فيه انما فكره الفيروس ضعف ويمكن واحده من التصريحات بتاعت وزيره الصحه المصريه ان الفيروس ضعف انا الاول مفيش حاجه اسمها زي ما بقول الفيروس ضعف يعني ما بطلش يشيل حديد مثلا فالفيروس ضعف فده التحور والتفسير العلمي المقبول اللي نقدر نقدمه للناس وزي ما بقول ده دراسه كبيره جدا اتعملت في اوروبا ولقوا ان التحور ده ابتدى يحصل للفيروس. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم من الاول كده ايه هو كورونا فيروس وازاي بيشتغل في الجسم لانه لو فهمنا النقطتين دول هنفهم الاعراض اللي نتوقعها، ناس كتيره جدا جدا ربنا يعلم بتبعت لي كميه اسئله غير طبيعيه انا عندي كذا وكذا هل ده كورونا ولا لا؟ وده برضه هنجاوب في الحلقه دي وازاي افرق بين البرد والكورونا الكلام ده كله كلام فاضي ومش علمي والكلام اللي بيحصل حقيقة في البرامج وعلى السوشيال ميديا بتعتبر مهزلة علمية يعني بشوفها كورونا فيروس هو فيروس بيعتمد أو نوع من الفيروسات اللي بنسميها الار ان اي فيروس يعني اي ار ان اي في نوعين من الفيروسات فيروس اسمه دي ان اي فيروس وده بيبقى ليه انفلوب وبيبقى المادة اللي جواه حاجة اسمها دي ان اي بتبقى اتنين يعني عايز اقول انه اتنين الدي ان اي بيبقى الدبل الار ان اي، الار ان اي بيبقى سنجل ستراندد جوه الماده الجينيه بتاعته، ده شكل كورونا فيروس قدام حضراتكم والسبايكس اللي هي موجوده على الفيروس من فوق او اللي بنسميها الشوكه بتاع الفيروس شوكه البروتين اللي بتبقى فيها البروتين بتاع الفيروس، فهو الغلاف وفي السبايكس من جوه بيبقى حاجه اسمها RNA إن فيروس الفيروس ده بيشتغل ازاي عشان حضراتكم عارفين أو بيدخل جسمنا ازاي الفيروس ده لازم حاجة اسمها مستقبلات تستقبله في جسمنا يعني حاجة بتشتغل زي نظرية القفل والمفتاح كده زي ما قدام حضراتكم الشكل ده إن الفيروس بيبقى من بره الجسم في الأول وبعدين بيدخل الجسم بيتحد بمستقبلات معينه في الجسم لو لقينا الايس 2 اللي هي الكلمه الصغيره اللي على جنب فوق دي ده احد اشهر مستقبلات الفيروس في الجسم وطبعا لقينا نوعين من المستقبلات شهيره جدا وفي حاجه بتساعد ان هو يدخل اللي هي التي ام بي ار 5552 اللي هي قدام حضراتكم دي بتساعد الفيروس انه يدخل لجوه الجسم ولكن اشهر مستقبلات هي الايس 2 او الايس 2 بالظبط اللي عليها الدايره دي، دي اشهر مستقبلات بتشتغل بنظريه القفل والمفتاح بيبقى الفيروس بيتحد بالمستقبلات دي وبتساعده انه يدخل الجسم. نقطه التارجت بتاع الفيروس انه يصنع البروتين اللي بنسميه الاستراكشر البروتين بتاعه عشان يعرف يتكاثر او البروتين التركيبي بتاع الفيروس عشان الفيروس ده يعيش لازم يتكاثر وينتج البروتين بتاعه بشكل كبير. مركز انتاج البروتين في الخليه ماده اسمها الرايبوسوم اللي هو الجزء اللي تحت خالص آه وده آه آه بالظبط اللي هو الاخضر اللي تحت ده آه بشكل كبير جدا ده مصنع البروتين في الخليه فالفيروس بيبتدي يدخل ويستخدم الخلية كمكنة إنتاج بروتين ليه عن طريق استخدام الريبوسوم اللي جوه الخلية ويبتدي ينتج كل البروتينات بتاعته يبتدي يتكاثر بشكل كبير جدا ويبتدي يخرج من الخلية تاني على أساس أنه يبتدي يتم التكاثر والانتشار بتاعه في الجسم لو جبنا بقى الجزء اللي على اليمين كده الفيروس دخل عمل البروتين بتاعه تكاثر ابتدى يطلع من الخلية عشان يبتدي ينتشر في الجسم كله ده بشكل مبسط جدا ازاي الفيروس ده بيشتغل. هنتكلم مع حضراتكم قد ايه انتشار الايس 2 او المستقبلات اللي بتستقبل الفيروس للاسف انها منتشره بشكل كبير جدا في جسمنا وهنتكلم على ده في وقت لاحق ولكن دايما السؤال اللي بيحصل لما على الفيروس بيدخل جسمنا ويطلع بالشكل اللي احنا ويبتدي يتكاثر جوه جسمنا بالشكل اللي احنا شرحناه ده ده اسمها فتره حضانه الفيروس. آه ودي بتبقى مهمة جدا وبرضو هنتكلم ليه مهمة. وبرضو هنتكلم ليه انه كورونا فيروس من اسوأ الفيروسات اللي ضربت العالم اسوأ من السارز والمرز والسواين فلو قبل كده وهنقول لحضراتكم آه ليه. لو شفنا فترة حضانة الفيروس اللي هي السايكل اللي احنا شفناها دي هنلاقيها انه طبقا للسي دي سي وطبقا لريفرنسز كتيرة جدا من 2 ل 14 يوم. الكلام ده يعني ايه؟ يعني على ما الفيروس يدخل الخليه ويطلع منها ممكن يقضي من 2 ل 14 يوم جوه الخليه، حضرتك مفيش اعراض خالص ولكن عندك حمل فيروسي كبير جدا لانه الفيروس عمال يتكاثر جوه الخليه وبالتالي الحمل الفيروسي ده وبرضه هنجيبها من السي دي سي بعد كده انه يعدي ناس كتير في فتره حضانه الفيروس انت بتبقى معدي بشكل كبير جدا ودي اسئله بتيجي انا كنت مخالط وبعدين طلع عملت تحليل وطلع عندي يعني اي واز ديتكتد انه الفيروس بوزيتيف الفتره اللي فاتت دي برغم انه ما كانش عندك اعراض ولكن حضرتك عمال تعدي ناس كتير جدا اثناء الفتره حضانه الفيروس دي في الـ في الـ في الافريج هنتكلم على كل الكلام ده كله واحنا ماشيين في الرحله دي في الافريج عندك خمسة واثنين من عشرة يوم عشان كده بنقول للناس اللي بتيجي وبرضه هنجيب ده من مواقع كل ده موثق معانا في الحلقتين اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم في فت في الخمس ايام دي قالوا الافريج هو خمسة واثنين من عشرة يوم زي اللي قدام حضراتكم كده انه الافريج ده انه ما ينفعش ان انت تتعرض لحد عنده فيروس وتعمل تيست تاني يوم او ثالث يوم حتى لو طلع نيجاتيف لا يعني اي شيء ولكن قبل خمس ايام من المخالطه ما تعملش اي تيست لانه ملوش اي قيمه واحيانا حتى ناس بتعمل تيست خلال خمس ايام وتبقى نيجاتيف وترجع يحصل لها اعراض ولكن بنقول في الافريج طبقا للمواقع الكبيره جدا سواء هارفارد جون هوبكنز كمان السي دي سي تقريبا نفس الكلام بتقول انه فتره حضانه الفيروس من 2 ل 14 يوم والأفريج في الكلام ده كله بيبقى خمسة واثنين من عشرة يوم أو خمسة أيام وده هيفيدنا بشكل كبير جدا لما نتكلم على إمتى نحلل وإمتى المسحة وإيه المسحة دي نثق فيها قد إيه الكلام ده كله آه هنقوله مع بعض لو رجعنا آه لي معلش اللينك اللي قبله تاني عشان ده مهم جدا على مستوى العالم هنلاقي آه آه فوق دايما بنتكلم على الايج والسمبتومز والانكيبيشن بيريد والكلام ده كله uh, هنلاقي انه uh, السارس او الكوفيد 19 اسوا من السارس والمرس لانه الانكيبيشن بيريد بتاعته uh, زي ما انا قلت طويله جدا لو قارنا الكوفيد 19 لو uh, لو لقينا الانكيبيشن بيريد فوق هنلاقي فيه لينك للانكيبيشن بيريد بالظبط كده هنلاقي في جدول تحت بيقارن ما بين الصفحات دي كلها على فكره موجوده على الانترنت وموثقه كمان جوه السي دي سي ليه بنقول انه الكوفيد 19 اسوا من السارز والميرز والحاجات دي لانه الانكيبيشن بيريد ببساطه بتاعته هي الاطول وزي ما بنقول انكيبيشن بيريد يعني فتره حضانه الفيروس يعني حضرتك ممكن تبقى طول الفتره دي ما عندكش اي اعراض ومش حاسس بحاجه وما زلت بتعدي الناس عشان كده العدوى بتنتشر بشكل كبير جدا. لو شفنا كوفيد 19 2 ل 14 يوم ممكن تبقى من غير اعراض وماشي تعدي الناس ولا اي حاجه زي الباشا ما فيش اي مشكله بالنسبه للسارس كانت من 2 ل 7 يوم وده كان اسهل بكتير لانه كل ما قلت فتره حضانه الفيروس على ما يبتدي يظهر اعراض بيقلل نسب الانفكشن بالنسبه للميرز كان 5 ايام فقط لا غير بالنسبه للسوين فلو او انفلونزا الخنازير كان من يوم واحد لاربع ايام وبتبتدي تظهر الاعراض فبنعرف ان حضرتك تعبان وبنعزلك فده كان بيسهل بشكل كبير الانفلونزا العاديه اللي هي بتجيلنا هي يومين فقط لغير وبتبتدي تظهر الاعراض اول ما حضرتك بتصاب بالانفلونزا الموسميه اللي هي السيزونال فلو او الانفلونزا العاديه اللي بتيجي كل سنه خلال يوم او اتنين من فتره دخول الفيروس لجسمك بيبتدي يظهر على حضرتك او حضرتك الاعراض وبالتالي برضو بنعرف ان حضرتك عندك مشكله والناس بتبعد عنك انما فكره ان انت تفضل من 2 ل 14 يوم بلا اعراض وماشي تعدي الناس ده خلى الاوت بريك بتاع الكوفيد 19 الحقيقه بشكل سيء جدا وكبير جدا معدل انفكشن عالي جدا بسبب فكره حضانه الفيروس. باكد تاني حضانه الفيروس هي الصوره اللي شرحناها من وقت دخول الفيروس للخليه والتكاثر جواها ووقت خروج الفيروس من الخليه والتكاثر بتاعه وده اللي مخلي زي ما بقول معدلات الاصابه عاليه بشكل كبير جدا. طيب دي بالنسبه لمعدلات الاصابه عاليه. بالنسبه لمعدلات الوفاه لانه دايما واحنا بنتكلم بنربط معدلات الاصابه بمعدلات الوفاه لانه ده بيبقى شيء مهم جدا. دراسه كبيره اتعملت على مستوى اوروبا كلها اكدت انه الوفيات او معدل الوفيات بشكل عام دي الدراسه اللي قدام حضراتكم تقريبا اتعملت على 14 دوله اوروبيه وجمعوا الداتا مع بعض وابتدوا يوصلوا للدراسه طبعا طويله جدا يعني مستحيل نجو ثرو الدراسه دي كلها مع حضراتكم ولكن باختصار شديد جدا قالوا انه معدل الوفيات بيكون في اعلى ما يمكن في السن من فوق ال 57 لـ 79 سنه ده اعلى معدلات وفيات بتوص... وفيات بتوصل ل 3.6% بعد كده معدل الوفيات بيقل شوية عن تسعة وستين بيوصل واحد وسبعة وأربعين في المية معدل الوفيات في السن الأقل من خمسة ل لتسعة وأربعين تقريبا بيبقى اتنين من عشرة في المية إذن ده برضو بيؤكد فكرة نظرية الوفيات اللي حصلت في الأول آه ودي على فكرة يعني دراسة طالعة تقريبا من شهر تاريخ تسعة وعشرين أكتوبر آه عملت درست كل يعني الـ 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 الدول الأوروبية مع بعض وطلعت بالارقام اللي انا قلتها لحضراتكم معنى كده ان معدل الوفيات كان زايد بشكل كبير جدا في السن الكبير وده برضو بياكد نظريه زياده الوفيات في البدايه لانه حصلت في زي ما بنسمي اوروبا دايما القاره العجوز فلإن معدلات السن فيها عاليه جدا في الاوت بريك اللي جه في اوروبا في الاول عمل معدل وفيات عالمي بشكل كبير جدا ده كده بالنسبة لمعدلات الإصابة ومعدلات الوفيات بتاعة كوفيد 19. السؤال اللي بيجي لنا بشكل كبير جدا ويعني يعني سيدات بشكل كبير بعتوا لي أسئلة تحديدا عشان عايزة إن إحنا نتكلم على الجزء ده عشان تفرجوا لجوزها عشان فكرة التدخين وكوفيد 19. إيه علاقة التدخين وكوفيد 19 وهل في دراسات اتعملت على ده ولا لأ؟ الحقيقة آه برضو دي نقطة وجيهة جدا لكل المدخنين اللي سمعينا النهارده عشان بسهولة جدا بتدخل على الإنترنت في أكبر المواقع سيدر سانعي واحدة من المراكز الكبيرة جدا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل على مواقع كتيرة بيقول كده إنه مفيش أي علاقة بين التدخين وزيادة معدلات الوفاة بكوفيد 19 والحقيقة مش كده خالص الجملة دي شكلا صح وده طبعا جزء كبير من اللي بتستخدمه الشركات في البروباجندا وعشان بس يحطوها بشكل مغلف، الحقيقه انه اللي حصل انه ما حصلش اي دراسات على الموضوع ده فمش قادرين يلاقوا العلاقه ما بين التدخين وزياده معدل الوفيات بتاع كوفيد 19 نتيجه انه مفيش دراسات. والحقيقة زي ما قدام حضراتكم كده الكلمة بتاعت uh, There is no definitive proof إنه التدخين بيزود أو بيخليك uh, عرضة إن انت تcontract كوفيد 19 أو يجيلك كوفيد uh, 19 لإنه مفيش data ومفيش evidence نتيجة إنه مفيش دراسات ولكن عشان برضو نتكلم في الموضوع ده لإنه ناس كتيرة جدا بعتولي وطلبوا إن احنا نتكلم في الموضوع ده التدخين بشكل عام اللي احنا عارفينه عن التدخين انه التدخين بيقلل المناعه بتاعتك بشكل كبير جدا وده مثبت بدراسات علميه كبيره جدا. ده واحده من الدراسات دي او اللي جمعوا الدراسات بتاعة التدخين وعلاقته بالصحه العامه وربطوها بالميون سيستم تحديدا او بجهاز المناعه عند الانسان. زي ما شايفين حضراتكم انه بشكل كبير جدا انه قايلين انه في ايفيدنس انه التدخين بشكل عام بيقلل قدره وكفاءه جهاز المناعه عند الانسان اذا لما احنا بنتكلم على مشكله بما انه ما فيش او مفيش دراسات اتعملت على فكره التدخين وكوفيد 19 فزي ما بقول العباره الشهيره بتطلع على كل مواقع ال الانترنت انه مفيش اي علاقه بين التدخين او ان انت يجيلك كوفيد او مفيش علاقه بين التدخين وان انت تتوفى لو جالك كوفيد، الكلام ده شكلا صحيح ولكن الحقيقه انه مفيش دراسات واضحه بتثبت الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي واضحه بالابحاث العلميه بتقول انه التدخين بيقلل الاميون سيستم او بيقلل كفاءة قدرة الجهاز المناعي وفي وقت زي كوفيد 19 او كورونا فيروس انت محتاج كل خليه في جهازك المناعي انها تشتغل بالشكل الصح على اساس تقدر تحميك بشكل كبير جدا من مشاكل كوفيد 19 إذن المثبت ان التدخين بيقلل جهاز المناعه واحنا محتاجين جهاز المناعه بتاعنا بشكل كبير جدا اثناء حربنا مع كوفيد 19 طيب نيجي بقى لرحله الفيروس جوه الجسم اه يعني انا كده بحاول اجاوب يعني السؤال بسؤال من اللي بيجي لنا وهوفلي انه خلال الحلقتين دول زي ما بقول نبقى جاوبنا على كل الاسئله الخاصه اللي بتجي لنا بكوفيد 19 بشكل كبير جدا. طيب السؤال الثاني ايه هي الاعراض اللي بتجي فقلنا قبل الاعراض لازم ندرس الاول الفيروس ده بيتحد بانهي مستقبلات في الجسم ونوري حضراتكم المستقبلات دي موجوده فين في جسمنا وبالتالي هيتحدد الاعراض اللي بيعملها الفيروس، يعني اي اي انسان لوجيك هيفكر بالشكل ده. طيب المستقبلات اللي موجوده ودي قلنا لحضراتكم ان هي بتشتغل بنظريه القفل والمفتاح، الفيروس ده بيتحد بانهي ريسبتورز موجوده في جسمنا؟ لقينا نوعين موجودين بشكل كبار جدا من المستقبلات في جسمنا اللي بتعرف تستقبل الفيروس دي وتتحد بيه لو رجعنا للصوره الاولى معلش مع مع حضراتكم تاني اللي هي فكره الفيروس ازاي بيشتغل الريسبتورز اللي موجوده اللي بتبقى على سطح الخليه اللي الفيروس بيعرف بيدخل منها الريسبتورز دي او المستقبلات دي هي اللي بتتحد بالسبايكس اللي هي الشوكه البروتينيه الموجوده وبتقدر تدخل الفيروس من خلال الماده اللي هي تحتها برضو ما لناش علاقه قوي بالاسماء ولكن في ماده او ناقل بالضبط هو ده اللي بينقل الفيروس لجوه لو عرفنا المستقبلات دي فين هنقدر بشكل كبير جدا نحدد الاعراض طيب عرفنا المستقبلات دي ايوه عرفنا انه معظم المستقبلات اللي بتستقبل الفيروس ده وبيدخل خلالها عن طريق الخليه حاجه اسمها الايس 2 أو الأنجيوتنسن Converting إنزيم، 2 وده المستقبل الرئيسي وده لقيناه في حاجات كتيرة جدا الأرتيكل اللي قدام حضراتكم برضو اتنشرت بتاريخ سبتمبر 11 أو 11 سبتمبر يعني الكلام ده من أقل من ثلاث شهور لقينا المستقبلات دي وعرفناها وعرفنا أنه هي الإيس 2 ريسبتورز مش بس كده برضو من الحاجات المهمة إن إحنا نعرف المستقبلات دي موجودة فين في الجسم لأنه هتساعدنا بشكل كبير جدا عن إمتى هنعرف الأعراض دي بتطلع إزاي الرابط اللي بعده برضو مع حضراتكم هيوري هيورينا فين المستقبلات دي موجودة في الجسم بشكل كبير جدا وهنوري حضراتكم المستقبلات دي انهي اعضاء في جسمنا موجوده فيها وبالتالي احنا متوقعين انه الفيروس يتكاثر يتكاثر فيها بشكل كبير جدا لقينا انه where it is in the body الجزء ده بيقول انه الريسبتورز دي موجوده في انواع عديده جدا من الخلايا منها الرئه عشان كده فهمنا ليه اللانجز بتتضرب بشكل كبير جدا القلب والأوعية الدموية موجود منها وبالتالي ابتدينا نفهم انه بعض الحالات أول ما جت ابتدت تيجي بمشاكل بعد ظهور أعراض الفيروس ابتدى يحصل مشاكل في القلب التهاب في عضلة القلب في حالات جت بالشكل ده الأوعية الدموية ابتدينا نفهم كمان من خلال المستقبلات دي ليه ابتدت تحصل الجلطات اللي بتحصل بشكل كبير جدا مع الكوفيد 19 وابتدينا آه نعالجها كمان موجودة في الكبد وفهمنا برضو أنه بعض انزيمات الكبد بتزيد بشكل كبير جدا وأهم برضو من أهم الحاجات أن هي موجودة في الجي آي تراكت اللي هو الجهاز الهضمي وده فسر لنا أنه مرضى كتير جدا بتيجي مصابة بالكوفيد كل اللي عندها إسهال شديد جدا وإعياء عشان المستقبلات دي موجودة في الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا بيبتدي الكوفيد يتحد بيها وبيعمل نوع الإسهال ده وفعلا يعني أنا شفت حالات في المستشفى آه ودخلت حالات المستشفى كل اللي كان عندهم إن هو إسهال وإعياء شديد جدا ولما عملنا لهم تيست طلع عندهم كوفيد بشكل كبير عشان كده ابتدينا نتنبه لفكره أعراض الجهاز الهضمي مع كوفيد وما ابتديناش بس الأول كنا مركزين على فكره إنه مرض بيصيب الجهاز التنفسي وبنتعامل معاه على الأساس ده انه مرض بيصيب الجهاز التنفسي ولكن اما ابتدينا نفهم فكره مستقبلات الفيروس ونحددها فين في الجسم ابتدينا نفهم اكتر ليه بقى في جلطات بتحصل مع كوفيد ليه بقى في بيحصل اعراض الاسهال ليه بقى في بيحصل مشاكل في القلب ليه بقى بتحصل فيه مشاكل في الرئه كل ده قدرنا نفهمه لما قدرنا نحدد مستقبلات الفيروس في الجسم وده آه زي ما بقول لحضراتكم ساعد بشكل كبير جدا آه برضو في دراسة علمية حديثة جدا يمكن من أقل من أسبوعين اكتشفنا نوع تاني من مستقبلات الكوفيد 19 في الجسم اسمها نيوروبايلين 1 ودي آه لقيناها برضو في نفس الأماكن اللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم ولكن النيوروبايلين 1 تحديدا والإيس موجودين بشكل كبير جدا ومكثف جدا في الأنف وبالتالي وبناء عليه ابتدينا نفهم ونعمل ستاتستكس للناس اللي اتصابت لقينا انه تقريبا 70% من الناس اللي اتصابت او تمت اصابتها بكوفيد 19 كان الدخول عن طريق الانف 20% كان عن طريق الفم 10% عن طريق العينين عشان كده بنقول لحضراتكم انه عشان فكره الماسك ان احنا نقفل دخول الفيروس اللي هو الفم والانف وده شيء مهم جدا لو عملنا كده 90% من الفيروس بيتقفل العينين قلنا عشان كده دايما غسيل كمان الايد والوش بالصابونه عشان العينين كمان جزء من ده وبالمناسبه بما ان احنا بنتكلم على الماسك بنتكلم على الفيس شيلد كمان لانه ناس كتير جدا بشوفها حاطه الفيس شيلد من غير ماسك ده الفيس شيلد لما تلاقي حد آه عامل كده تقول له من فضلك خد الفيس شيلد ده وارميه في الزباله لانه ملوش اي لازمه الفيس شيلد لوحده من غير كمامه لا يحمي بشيء لانه تقريبا انت عامل بروتكشن ل 10% اللي هو عينيك كانك خايف على عينيك والمصادر الاساسيه لدخول الفيروس آه انت مش حاميها وبالتالي الفيس شيلد لوحده لانه حتى على فكره في الولايات المتحده هنا بشوف ناس كتير جدا ماشيين بفيس شيلد فقط لا غير من غير كمامه وده ملوش اي لازمه وما بيحميش في اي حاجه فجزء كمان مننا التوعيه اللي يشوف حد عامل كده يا يعلمه ويقول له ان الفيس شيلد لوحده ملوش اي لازمه وده برضو شيء مهم ان احنا نعرفه لما عرفنا قد ايه تركيز المستقبلات دي موجود في الانف وبشكل كبير جدا في الفم كمان فده يعني زي ما بقول طبقا للاحصائيات 70% 20% للفم و 10% للعينين. نقطه مهمه كمان لازم نعرفها انه الحمايه بتقلل انه حتى لو جالك الفيروس حتى لو الكمامه العاديه في حاجه اسمها فايرال لود يعني ايه فايرال لود يعني كميه الفيروسات او حجم الفيروس اللي دخل جسمك وليك بقينا بنركز على الفايرال لود يعني هل مثلا اللي دخل له 100 فيروس مثلا زي اللي دخل له 1000 قطعا لا وكنا بنستوعب هل الفيروس ده يعني المية 100 دول هيعرفوا يتكاثروا بشكل كبير جدا ف حبينا نعمل دراسات على فكره الفيرال لود ولقينا انه الفيرال لود بشكل كبير جدا بيتحكم الكورس بتاع المرض ده هيمشي ازاي لو دخل فيرال لود كبير جدا البهوات اللي ما بيلبسوش ماسك ولا ولا اي حاجه خالص تحميهم بيدخل فيرال لود كبير جدا لانه انت معرض كل حاجه او معرض الانترنس الاساسيه بشكل كبير جدا ان يدخل فيها فيروسات بشكل كبير وبالتالي زي الدراسه اللي قدام حضراتكم دي الفيرال لود بيبريدكت المورتاليتي، يعني ايه الكلام ده؟ آه يعني انه كميه الفيروسات اللي بتدخل في جسمك في البدايه بتبريدكت المورتاليتي بت... بنقدر نقول بشكل كبير جدا من خلال الفيرال لود ده هيحصل قد ايه الكورس هيمشي ونسبه الوفيات بتزيد بشكل كبير جدا مع زياده الفيرال لود فكان لازم نحس... نتكلم في ده بشكل آه كبير جدا. طيب برضو من الحاجات المهمة والأسئلة المهمة اللي قلت لحضراتكم هرجع لها بشكل كبير جدا وهنحتاج نتكلم فيها وناس كتيرة جدا 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 بتبعت تسأل عليها هل أنا معدي وقت, وقت ما أن أنا ما عنديش أي أعراض يعني أنا ما كانش عندي أي أعراض وبعدين فجأة لقيت نفسي مثلا سخن هنتكلم على الأعراض دي طبعا وعندي شوية أعراض كده ظهرت طب في الفترة ما قبل الأعراض اللي بنسميها الانكيبيشن بيريد او فتره حضانه الفيروس في ناس بتسميها البري سمبتوماتيك بيريد طبعا السي دي سي بيحطها بالاسمين فمفيش اي مشكله فاذا في الفتره دي هل انا معدي ولا لا الحقيقه انه السي دي سي جاوب على القصه دي بشكل قاطع جدا وزي ما قدام حضراتكم قالوا ان هم في ايفيدنس بشكل كبير جدا انه حصل نقل للفيروس خلال فتره الانكيبيشن بيريد او البري سمبتوماتيك بيريد ودي برضو نقطة مهمة هتلاقوها تحت الـ Asymptomatic and Presymptomatic Transmission أيوة ده من موقع الـ CDC الرسمي زي ما بقول لحضراتكم وظيفتنا إن إحنا نجيب لكم المعلومات من مصادرها وظيفة حضراتكم إن إنتوا تساعدونا في نشر المعلومات دي الأكبر قدر من الناس عن طريق إن إحنا نعمل لايك like وشير للفيديوز ونحاول نشير مع كل الناس اللي حوالينا عشان نقضي على الصخب والمعلومات المغلوطة اللي موجودة على الإنترنت بشكل واضح وصريح على موقع السي دي سي قالوا بشكل كبير جدا ان احنا لقينا increasing numbers أنه الاعداد بتتزايد بشكل كبير جدا وانه في documented uh, source COVID 19 transmission during the pre-symptomatic period معنى كده انه حضرتك في فتره حضانه الفيروس او في الفتره اللي ما عندكش فيها اعراض او البري سيمتوماتيك اللي هي في مرحله ما قبل ظهور الاعراض حضرتك بتنقل الفيروس عادي خالص زي اي واحد تاني ف وده هيفرق في ايه؟ يعني هيفرق ان احنا نعرفه في ايه؟ هيفرق ان احنا نعرفه في فكره حصر المخالطين والكورنتين او فكره العزل بالنسبه لهم وهنتكلم برضو مع ده جاي لنا اسئله كتيره جدا على امتى اعزل نفسي وهل كده انا اعتبر معزول ولا لا جاي لي برضو جالي أسئلة كتيرة جدا من أمهات أصيبوا وهل أنا أقدر أعمل الأكل وأحضر لأولادي حاجاتهم ولا كل ده هنجاوبه خلال برضو الحلقتين أو اللي بسميها الرحلة اللي هنعملها مع حضراتكم في كوفيد 19 يبقى إذن من خلال السي دي سي حضرتك قولا واحدا وقت الـ الـ قبل ظهور الأعراض أو في فترة حضانة الفيروس أو في الفترة اللي هي ما فيهاش أعراض حضرتك معدي بشكل كبير قولا واحدا ما فيهاش اي كلام طيب آه حتى لو نيجاتيف وهنتكلم برضو مع ده آه انا برضو بالاسئلة اللي بتجيلي بحاول اجاوبها حتى لو المسحة طلعت نيجاتيف وهنعرف شروط المسحة ازاي وامتى نعملها آه برضو خلال رحلتنا مع كوفيد 19 النهاردة طيب بما ان احنا قلنا مع حضراتكم انه 70% من الانف 20% من الفم 10% من العينين طيب عايزين بقى نحمي الكلام ده عشان نقلل الاصابه، قبل ما نرجع بقى للمسحه والكلام ده وبرضه هيجي له آه ازاي هنحمي القصص دي؟ الحقيقه آه حصلت آه دراسه لطيفه جدا واتكلمنا برضه فيها مع حضراتكم في فتره سابقه قبل كده، قالوا طيب عشان نحمي الفم ايه دور الغرغره؟ آه في انواع غرغره كتيرة او مضمضه زي يعني زي ما بتسموها. دور الكلام ده في حمايه الفم بشكل كبير جدا من كوفيد 19. دراسه كبيره جدا اتعملت واتنشرت بتاريخ 29 سبعة او يعني 29 جولاي اتكلمت على قبل قبل ما نوصل للكورنتين بس اتكلم على الماوث رينسرز اللي هم بالظبط دول. دول الثمان عملوا دراسه على ثمان انواع من الغرغره او المضمضه وقدرتهم على القضاء على كوفيد 19 بشكل كبير جدا لقوا ان ثلاثه منهم وعلى فكره الكلام ده برضه هيفيد الناس الدنتست اللي هم بتوع الاسنان بشكل كبير جدا ثلاثه منهم تخلصوا من الحمل الفيروسي بتاع كوفيد 19 ولو لما حصل غرغره او مضمضه لمده دقيقه واحده فقط لا غير ده كل اللي انت محتاجه من دقيقه احيانا عشان نبقى في السيف سايد وتعمل فول افكت بنقول من دقيقه لدقيقتين كل اللي بتعمله ان انت بتتغرغر وتمضمض بيهم لقوا ان هم ليهم تاثير كبير جدا في الحمل تقليل الحمل الفيروسي بشكل كبير جدا لكوفيد 19. آه، التلات آه، غرغرات دول او المضمضه زي ما بنسميهم هم التلاته اللي هيظهروا قدام حضراتكم. آه، ديكوينال ودي الحقيقه موجوده بشكل كبير جدا في اوروبا والليسترين وتحديدا الكولمنت ده اللي اتعمل عليه الدراسه عشان برضو ناس كثيرة بعتت تسالني انهي نوع من الليسترن ده اللي قدام حضراتكم اللي هو الكولمنت ده اللي اتعمل عليه الدراسه واكد ان هو بيقضي على الحمل الفيروسي الكوفيد 19 جوه بقنا. كمان واحد من الحاجات المهمه جدا البيتادين وبالذات اللي هو الماوث ووش اللي قدام حضراتكم وبرضه هتكلم مع المو... على موضوع البيتادين عشان حصل فيه لغط وكلام كتير جدا على الانترنت وشفنا يعني حقيقه جهل ما بعده جهل في الكلام اللي حصل على البيتادين زي ما بنسميه في مصر البيتا بالنطق الصح يعني الانجليزي الامريكاني آه فدول ثلاث حاجات اللي ممكن نستخدمهم ودايما نغرغر او نتمضمض بقنا من الثلاث حاجات دول اي حاجه منهم تمام هتساعدنا بشكل كبير جدا من اربع لست مرات في اليوم هنحافظ على نظافه بقنا بشكل كبير جدا. طيب ده بالنسبه لل 20% دول بالنسبه بقى للشكل الاساسي اللي هو ال 70%. برضه حصلت دراسه على البيتا لاين تحديدا واكدوا بشكل كبير جدا انه بيبقى يعني مفيد جدا في القضاء على الحمل الحمل الفيروسي في الانف بشكل كبير جدا خلال 15 ثانيه فقط لا غير والحقيقه ان الدراسه دي نزلت في مجله جامعه مجله جامعه طبعا مجله طبيه عالميه نزلت بتاريخ 17 سبتمبر السنه دي يعني برضو من اقل من ثلاث شهور وعملوا دراسه على البيتا داين او دين بتركيز نص في الميه وده هيفرق كتير جدا ان احنا نقول لحضراتكم اهميه التركيز لانه كده يبقى لازم هنخفف الماوث ووش او هنخفف بيتادين الجروح بتقول الدراسه دي بشكل كبير جدا ان هم درسوا ثلاث تركيزات من البيتا داين في الاستادي دي بتركيز تحديدا نص في المية واحد وربع في المية واثنين ونص في المية دول الثلاث تركيزات اللي استخدموهم لقوا انه عند تركيز نص في المية فقط من البيتا داين او البيتا دين لقوا انه بيقضي على الحمل الفيروسي في الانف لكوفيد 19 تماما خلال 15 ثانية يعني كل اللي احنا محتاجينه هم 15 ثانية فقط لغير و يعني بشكل كبير جدا هيتقضى على الحمل الفيروسي اللي مستقبلات موجوده كتيره جدا في الانف فده هيساعد بشكل كبير جدا كمان نزلت راحت شركه واخده الدراسه دي وابتدت تعمل حاجه اسمها نيزال سبراي او حمايه لل لل للانف وده موجود في كلينيكال ترايلز وزي ما بنقول لحضراتكم بنتكلم كل حاجه من مصادرها ال NIH او الـ National Institute اوف هيلث اعلى هيئه علميه الناس دي بتدرك فيها الكلينيكال ترايلز بتاعتها زي ما قدام حضراتكم هتظهر دلوقتي راحوا واخدين فكره النيزال سبراي بتاع البيتاداين وابتدوا يصنعوه ودلوقتي في فيز 2 دي ال إتش عشان بس نبقى الناس عارفه احنا بنتكلم من فين ودي الكلينيكال ترايلز الرسميه بتاعه uh, النيزل بروفيلاكسز اللي هو البوفيدون ايودين اللي هو البيتادين او البيتادين uh, ودي موجوده دلوقتي في فيز 2 لو طلعنا فوق هنوري الناس انه احنا بنتكلم على الانترانيزل بروفيلاكسز في الفرونت لاينرز تحديدا uh, بنتكلم في البيتادين انترانيزال يعني السبراي اللي جوه المناخير جهل كتير ومصادر كتيره طلعت ومن هنا بقى عايز انتهز الفرصه كده اي حد في صفحه ما مش يعني يعني قررت فعلا ان احنا في مره كده ممكن نمسك الصفحات دي ونتفرج مع بعض كده في حلقه على الفيديوهات ونرد على الجهل اللي موجود في الفيديوهات دي اي حد يطلع يقول او يتكلم على كورونا من فضل حضراتكم كده تاخدوا الاسم لو طلع اي واحد قال انا طبيب تاخدوا الاسم كده وتدوروا عليه تشوفوا الكريدنشلز بتاعته ايه عشان بشوف حاجات عجيبه جدا وانا عارف انه تحديدا يعني في حد منهم بيسمع كل حلقه وبعد كده يجري يقول نفس الكلام آه فلو انت سمعني في مره كده فعلا يعني هجيب صفحتك ونرد على الفيديوهات اللي فيها ولانه الناس كتيره جدا ابتدت تبعت لي فيديوهات من الصفحه دي والحق شوف بص مش عارف ايه يعني مش مش هنبقى فاضيين نرد على الجهل اللي بيحصل في الصفحات التانية احنا وظيفتنا ان احنا ننشر المعلومه الصح ووظيفه حضراتكم ان انتم تساعدونا في ده ان احنا نصحح المفاهيم اللي موجوده قلت الكلام ده كذا مره لانه الحقيقه كميه معلومات مغلوطه على الانترنت بشكل كبير جدا السؤال انت قاعد تقول لنا الانترانيزال سبراي وده فيس 2 هنصنعه احنا ازاي دلوقتي في اتنين او سورسين للبيتا داين او البيتا دين موجودين في السوق كله بيتا دين الجروح وده بيبقى مركز بشكل كبير جدا بنسبة في المية واحنا هنا عايزين نص في المية فقط لغير والماوث ووش او الغرغرة بتاع الفم ودي بيبقى تركيزها واحد في المية طب لو انا عايز اعمل محلول بيتا داين بتاعي انا وابتدي انظف الانف ممكن نستخدم زي الكيو تيبس او الحاجات دي وننظف الانف هخفف البتادين المركز ده الموجود ازاي بتادين الجروح ال 10% ممكن نحط غطا واحد من البيتادين نستخدم نفس الغطا طبعا اي غطا غطا واحد من بيتادين ل 29 غطا ميه ونستخدم المحلول ده في تنظيف الانف الكي تيبس العاديه دي ممكن نستخدمها وهتبقى هتحمي الانف بشكل كبير جدا لان زي ما شفنا الدراسات بتقول انه القضاء على البيتادين خلال 15 ثانيه الحاجه الثانيه انه بيتادين الماوث ووش اللي هو بتاع غرغره الفم ده ممكن غطى واحد من البيتادين ده على ثلاث غطيان ميه هتوصلنا للتركيز اللي في الدراسات دي وهو نفسه التركيز اللي الشركه دي جريت عملته على اساس انه تعمل منه نيزل سبراي عشان يحمي الفم وقالت انه هيبقى هيساعد الفرونت لاينرز الاطباء بشكل كبير لانه أكثر ناس معرضين للقصه دي بشكل كبير هم الفرونت لاينرز الاطباء والممرضات او الكادر الطبي كله بشكل عام برضه انا عارف انه ناس كتيره بعتت لي فيديوهات برضه لنفس الشيء اللي بيحصل على الانترنت انه ناس جريت وجابت من شركه البتا داين نفسها بتاع الماوث ووش وقالت انه ما بيستخدمش للانف طبعا لانه زي ما انا قلت تركيزه هيبقى عالي لو خففناه غطى ميه غطى بيتادين الثلاث غطيان ميه بتاع الماوث ووش هنقدر نستخدمه للانف عشان بس نقفل فكره الفيديوهات اللي بتجيلي من الصفحه دي تحديدا وانه دايما بيطلع يجري ويقول انه ما ينفعش يستخدم للانف والكلام ده دي الدراسات دي الكلينيكال ترايلز اللي اوريدي فيس 2 واللي يقدر نقدر نستخدمه بشكل كبير جدا للانف بشرط تخفيف البيتا دين بشكل كبير جدا عشان ما ناذيش نفسنا طيب برضو من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نتكلم فيها بقى الاعراض يعني انا ايه الاعراض اللي بتجيلي فاعرف ان عندي كورونا وانا عايز اقول لحضراتكم انه كتير جدا من الاسئله ناس تبعت لي شوية أعراض وعايز أعرف أنا عندي كورونا ولا لأ وأعمل إيه والكلام ده كله طبقا لموقع السي دي سي زي ما أنا بقول برضو بنستخدم كل حاجة من مصادرها هم حاطين الأعراض حاطين كده لستة من الأعراض زي ما قالوا إنه مش لازم يكون عندك كل الأعراض دي ممكن يبقى عندك بعض منها مش لازم كلها ممكن يبقى عندك عرض أو اتنين منهم فقط لغير وبيبقى كوفيد 19 عادي جدا الرقم واحد والاشهر هو أنه بيحصل نوع من الحراره فيفر او تشيلز اللي هو يحصل نوع من انه درجه حراره حضرتك او حضرتك تعلى كف وعايز اقف عند كلمه كف او الكحه تحديدا وبشكل كبير جدا عايز اقول اكتر من 99% من الحالات اللي شفناها الكحه دي بتبقى كحه ناشفه مش اللي بنسميها الكحة اللي ببلغم يعني بتبقى كحة ناشفة بشكل كبير جدا لأنه طبيعة الرئتين وإصابة الرئتين برضو هنتكلم في الموضوع ده بتبقى أميل للكحة الناشفة بشكل كبير جدا طيب الحاجة الثانية برضو المهمة أنه يجي لك نهجان في صدق نهجان مش قادر تاخد نفسك يعني بشكل كبير جداً ناس كتيره جدا شفتها كل الاعراض اللي جات لها ان هو حس انه خملان او الفتيج حس انه انه تعبان أو, أو, او او نشاطه اليومي مش هو هو دي كانت كل الاعراض ودي الرقم اربعه الفتيج برضو ده ده كان جزء من ده بادي اكس اللي هو تحس بتكسير في جسمك وجع في عضلات جسمك كله وده بيبقى في كل عضلات جسمك يعني مش في حته معينه بيبقى منتشر في الجسم كله صداع آه طبعا من اشهر الاعراض اللي عايزه آه أكلم حضراتكم عليها ودي بنعتبرها اوتوماتيك آه كوفيد 19 او كورونا مسحه مش مسحه اتس كوفيد لانه فيري كاركترستيك مع الكوفيد بشكل كبير جدا آه ان هو فكره فقدان حاسه الشم او التذوق اللي هو new لوس اوف تيست اور واحده من الاعراض المميزه جدا لكوفيد سور ثروت اللي هو وجع في الزور ان يبتدي زورك يوجعك يحرقك الكلام ده كله انه يبتدي يحصل احتقان في الانف طبعا الناس ترجع او يبقى فيه ميل للقيء او الغثيان زي ما بيسموه الدايريا الاسهال وده فهمناه زي ما احنا شرحنا في اول الحلقه لما فهمنا الريسبتورز دي او المستقبلات بتاع الفيروس موجوده فين في جسمنا دي كل الاعراض مش لازم زي ما انا بقول كلها تيجي مع بعضها ممكن بعض منها يحصل ممكن واحد بس ممكن واحد او اتنين ده كله مهم انه يحصل طيب لو جات لي بقى الاعراض دي مين هيروح المستشفى ومين مش هيروح المستشفى واعمل ايه عشان اشخص الاول ان انا عندي كوفيد 19 الحقيقه انه في حاجات كتيره جدا وطرق كتيره جدا للتشخيص نزلت ولكن مهم نعرف انه مفيش حاجه 100% وده بقول للاسف انه مفيش حاجه 100% لحد دلوقتي في القصص دي. الحقيقه انه اشهر حاجه وادق الى حد ما ما بين يعني لو قلنا انه في تست بيتعمل عن طريق الدم وده هنتكلم برضو على كل الكلام ده. وتست تاني اللي هو النيزل سواب والتيست الجديد بتاع اللعاب السلايفا اشهر او ادق حاجه فيهم تقريبا هي النيزل سواب وعلى فكره بعض الحتت وانا شفت ده في مصر كمان انه في الدوري المصري تحديدا مع لعيبه الكوره بياخدوا سواب من البق من اخر البق ومن اخر الفم من اخر البق ما بتبقاش دقيقه قوي فاشهر حاجه هي النيزل سواب برضو عشان نتكلم على النيزل سواب بشكل كبير جدا هارفارد عملت دراسه او جمعت كل الدراسات وكانوا بيدرسوا قد ايه دقه النيزل سواب بشكل كبير وقالوا انه احنا عندنا فولس نيجاتيف ريت تخيلوا حضراتكم ان احنا عندنا فولس نيجاتيف ريت من 2 ل 37% اذا ممكن حضرتك يعني ايه فولس نيجاتيف ريت او يعني ايه ال 2 في 37% اللي قدامنا دي بشكل بسيط جدا انه حضرتك ممكن تروح تعمل مسحه وتطلع نيجاتيف ولكن دي نسبه الخطا فيها قد تصل الى 37 اولموست 40% نقول 30% افريج معنى كده ان كل ثلاثه من كل 10 طلع مسحتهم سلبيه كان عندهم كوفيد 19 تخيلوا حضراتكم احنا لو بنتكلم على 10 بيشنتس فقط لا غير ثلاثه من كل 10 سلبيين كان عندهم كوفيد 19 واحنا قلنا لهم مبروك اتفضل انت مسحتك سلبيه وبعد كده يطلع يجري بقى في الشارع ويبسط والكلام ده كله ويعدي كل الناس اللي حواليه ده بيبقى خطر كبير جدا فعايز اكد انه حتى مسحه الانف فيها نسبه فولس نيجاتيف ريت بشكل كبير جدا اذا لازم نخلي بالنا من الكلام ده دراسه تانية نزلت في مجله جامعه العالميه والدراسه دي على فكره نازلة بتاريخ 17 سبتمبر برضو هنجيبها لحضراتكم غير موقع هارفارد هارفارد واحدة من أعرق الجامعات الطبية على مستوى العالم عشان كده بقول لحضراتكم السورسز مهمة ولازم نركز فيها بشكل كبير جدا دراسة تانية اللي قدام حضراتكم في مجلة جامعة العالمية بتقول انه نسبة accuracy بتاع النيزل في 71% إذن واصلين تقريبا لنفس الشكل اللي هو انه في 30% تقريبا بيفقد من السوابس برضو لما حضرتك تروح تعمل سواب وانا عايز يا ريت لو لو في الدراسه دي فيها تحت ازاي نعمل النيزل سواب الصوره لانه دي مهمه جدا 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 لما حضرتك تروح تعمل نيزل سواب لانه لقوا انه نسبه كبيره جدا من الفولس نيجاتيف ريت بتاعه السواب دي نتيجه انه اللي بيعمل المسحه نفسه بيعملها غلط وكتير جدا وللاسف انا شفت ده لما بيطلع في شريط الاخبار ولعبت الكوره بتعمل المساحات ونلاقي انه الاتجاه بتاع السواب بيطلعوها لفوق كده زي ما شايفين حضراتكم انا شفت ده كتير على فكره في الـ في اثناء مساحات اللعيبه في الدوري المصري كنت قاعد اضحك طبعا لانه بيعملوا الطريقه دي وبعد كده تطلع نيجاتيف يقول لهم الف مبروك المسحه نيجاتيف وهو اصلا عملها غلط ما دخلش للسكريشنز او للمكان الافرازات اللي المطلوب ان احنا ناخد منها المسحه الطريقه الصح ان احنا وده برضو لكل الاطباء او لاي حد شايفنا بيقوم باجراء المسحه دي من فضل حضرتك تاكد ان انت بتعملها صح لانه في حاله عمل المسحه بالتكنيك الخطا انت بتعرض ناس كتيرة جدا جدا للاصابه. الطريقه ان انت بتدخل بشكل عمودي لحد الـ لحد جوه الـ يعني اولموست يعني مش عايز اقول مصطلحات آم آم يعني اناتوميكال قوي ولكن ده الشكل الصحيح بتاع المسحه تتاكده وانتوا بتعملوا المسحه انه حتى لو اللي قدامكم مش عارف المفروض وانا رايح اعمل المسحه ابقى عارف بتتعمل ازاي واللي قدامي ده هيدخل ياخد المسحه ازاي لانه لقوا انه للاسف للاسف جزء كبير من الفولس نيجاتيف ريت جاي نتيجه التكنيك الخاطئ بتاع المسحه وده طبعا شيء سيء جدا. برضه عشان نقول لكل الساده المشاهدين اللي بيسمعونا من الولايات المتحده هنا انه في حاجات تانية هنوريها برضو لحضراتكم وتقدروا حضراتكم تشتروها ما عادش الموضوع محتاج ان انت تروح لطبيب وطبيب يحولك ان انت تعمل مسحه هنا الولايات المتحده الامريكيه تقريبا وصلنا لو حضراتكم رجعتوا للارقام وصلنا ان كل واحد من كل ثلاثه لو عايز يعمل مسحه المساحات متوفره بشكل كبير جدا هنا في الولايات المتحده الامريكيه انا عارف برضو انه الكلام ده هيزعل ناس بس واحده من الحاجات الاداره الامريكيه نجحت فيها بشكل كبير جدا هو توفير المساحات فانا بعتذر بقى اللي سمعني وهيزعل ولكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب نجح بشكل كبير جدا توفير مساحات اي حد دلوقتي بيروح يعمل المسحه مش محتاج زي الاول بريسكريبشن والكلام ده مراكز المساحات متوفرة جدا ده نجاح للإدارة القائمة زي ما نقول كمان الفاكسين نجاح غير طبيعي وهما نيجي في جزء الفاكسين يمكن هيبقى في الحلقة الجاية وهجاوب على السؤال المهم جدا جالي كمية فيديوهات غير طبيعية في الفاكسينز انه فيديو مشهور قوي اكيد الناس يعني هتعرف ناس كتير جدا بعتتهولي انه الفاكسين ده هيحولك لزومبي بعد شوية وهتبقى رجل فضاء وهيتحكموا في الدي ان بتاعك وكان العالم ده كله بيعمل عشان يعني يتحكموا في ناس يعني يعني مش مش هتعمل لهم فايده كبيره مش هيبقى في فايده كبيره ان انت تتحكم في الناس دي هيبقى ضياع فلوس وخلاص بس اذا يعني زي ما بقول هنيجي الفقر ده في الفاكسين ولكن التستنج نفسه حتى أحيانا المسحة السلبية ما بنثقش فيها وبنعتمد بشكل كبير على الأعراض أو المخالطة وهنتكلم على قواعد الكلام ده برضه. بالنسبة للناس اللي عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية المساحات النيزل سواب عشان كده أنا جبت الصورة الناس ممكن تعملها لنفسها في البيت ومعانا المساحات دي على فكرة متوفرة بسعر 119 دولار للي موجود هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ناس كتيرة بعتت لي أحيانا بتبقى خايفة أصلا تروح الأمان يعني بيبقى مثلا عندها شوية دوخة ولا أي حاجة وخايفة تروح تعمل المسحة دي لا تتعدي في المراكز دي ده مثلا واحد من أشهر المساحات وعلى فكرة اتس اف دي اي و بتعملها لنفسك وتبعتها لهم وبيبعتوا النتيجه بعدها برضو واحده من الحاجات المشهوره جدا اللي عملوها هي حاجه اسمها السلايفا تيست او التحليل عن طريق اللعاب وده برده مشهور جدا جدا وعملوه خصوصا ده الخبر من الاف دي اي من موقع الاف دي اي تحديدا بيقول ان هم اجازوا فكره التيست عن طريق السلايفا او اللعاب بيبقى زي الشريط كده وانت بتقوم بالبصق عليه يعني لانه على اساس انه اللعاب ده بيبقى فيه حمل فيروسي وبنديتكت الفيروس ده وعلى فكره اللي عمل ده او اللي طور النوع ده من التست كان جامعه ييل او يعني ييل يونيفرستي واحده برضو من اعرق الجامعات الموجوده هنا والاف دي اي ادوهم ايمرجنسي يوز اوثورايزيشن وبيتجرب بشكل كبير جدا وعاملين ده عشان طلبه المدارس لو في شك في اي طفل قبل ما يروح المدرسه يقدر الاب والام يعملوا تيست في البيت من غير مشاكل برضه واحده من الحاجات المتوفره بشكل كبير جدا كاسكو على فكره والناس طبعا اللي عايشه هنا في الولايات المتحده الامريكيه عارفه انه كاسكو واحد من اشهر طبعا يعني الريتيلنج ماركت الناس اللي يعني السوبر ماركتس المشهوره جدا وده المسحه اللي موجوده ودي برده على فكره سلايفا كيت وموجود في كاسكو تقدروا حضراتكم تشتروه و تعملوا تيست لنفسكم في البيت لانه زي ما قلت لحضراتكم ناس كتيره جدا بعتت على فكره انا اصلا خايف انزل اعمل المسحه فعايزه ابتعد عن فكره السنترز دي تماما طيب كده قلنا مع حضراتكم المساحات دي اللي بنستخدمها عشان نحلل التست نفسه لو المساحات مش متوفرة بشكل كبير جدا في حاجات تانية نقدر نشخص بيها مع الأعراض وده برضو كتير جدا من الناس بعتولي من مصر لو المسحة مش متوفرة وعلى فكرة بغض النظر بقى عن التصريحات لأنه برضو كنا هنا جبنا يعني اعضاء مجلس الشعب ودكاتره قالوا ان المساحات متوفره والناس بتروح وتطلع ممثله تقول انا خدوني من غير ما يعرفوا حتى ان انا ممثله والافلام الفاضيه دي كلها المساحات فيها مشكله في مصر ومش انا اللي بقول الكلام ده لو رجعنا للورلد ميتر اللي هو الموقع الرئيسي في كام مساحه متوفره لكل مليون شخص ومصر من الدول اللي كل مليون شخص متوفر 1370 مسحة قول 1400 قول 2000 مسحة ف2000 مسحة لكل مليون مواطن ده كلام فاضي إذن آه زي ما بقول إن إحنا يعني طبعاً بنحب بلدنا هنا ولكن القاء الضوء على الأشياء السلبية ده مهم جداً مهم جداً زيادة عدد مساحات المتوفرة للشعب العادي الطبيعي آه مش لازم لعيبه الكوره والممثلين والكلام ده كله لانه بنشوف انه اي حد بيجي يعني بتعمله مساحات للعبه الكوره 50 مره في اليوم اذا الاولى بيها كمان الشعب مهم توفير عدد المساحات عدد المساحات اللي موجود لكل مليون فرد على الورد ميتر والناس تقدر يعني تشوف انا مش بقول الكلام ده سرا يعني عدد المساحات عدد هزلي من اقل الدول على مستوى العالم توفيرا للمساحات للمواطنين فمن فضل حضراتكم لكل اللي سمعنا مع احترامي لكل اعضاء مجلس الشعب اللي اتكلموا معانا وانا اتكلمت معاهم وفي فيهم اللي رفضوا اصلا يدخلوا يتكلموا في الموضوع أه بس يعني خلينا ساكتين أه ان احنا توفير المساحات للشعب لانه ده شيء مهم جدا. طيب أه لو ما فيش مساحات هنشخص ازاي؟ هنشخص عن طريق ان احنا نعمل اكس راي او سي تي هنشخص عن طريق ان احنا نعمل بعض التحاليل ناس كتير جدا بتبعت لي انا عملت السي ار بي والكلام ده كله هي بانل بنعمله على بعض اسمه سايتوكاين ستورم بانل مهم نعمل صوره دم كامله سي بي سي مهم نعمل نعمل سي ار بي مهم نعمل دي دايمر حاجه اسمها لاكتيت ال دي اتش فيريتين كل ده هحطه على الصفحه النهارده، مفيش حاجه اسمها انا عملت دي دايمر لوحده ولا سي ار بي لوحده والكلام الفاضي ده كله، هو بانل كده لازم نبص عليه على بعضه مع اشعه على الصدر او اشعه للسي تي. اخر حاجه هقولها النهارده وهنكمل الرحله اللي ابتديناها مع كوفيد 19 في آآ آآ هي فكره الكورنتين مين اللي يعمل العزل وامتى نعمل التست وبعد كده هنتكلم في الماسك بدايه من الحلقة الجاية والأدوية والفاكسين هنعملها كلها في حلقة واحدة طبقا لموقع السي دي سي الأمريكي وين تو كوارنتين ومين اللي يعمل الكوارنتين لما بنتكلم على الكوارنتين بنتكلم على العزل وده شيء مهم جدا أول حاجة أول سؤال على جنب Who needs to be quarantined مين اللي محتاج يتعزل عزل مباشر اي حد مخالط ومن فضل حضراتكم نسمع الكلام ده كلوز كونتاكت يعني ايه كلوز كونتاكت يعني اي حد مخالط وعلى فكره حددوا الكلام ده بشكل كبير جدا مين هو الكلوز كونتاكت او المخالطين دي ليها شروط ولكن قالوا كمان هنستبعد من الكلوز كونتاكت ده او المخالطين اي حد اتصاب في فتره الثلاث شهور الاخيره ليه برضو هنتكلم جايبين كل ده لحضراتكم هنكمله في حلقه ثانيه ليه اي حد اتصاب في الفتره الثلاث شهور الاخيره لانه احنا بنعتقد وكل الدراسات العلميه بشكل عام وجايبين لحضراتكم ثلاث اربع دراسات بتقول انه اي حد اتصاب خلال ثلاث شهور عنده انتي بوديز او اجسام مضاده بتحميه من اربع لست شهور معظم الاستديز قالت ست شهور دراسه واحده بس من ايسلندا قالت اربع اربع شهور ولكن على اقل تقدير هيبقى عنده ثلاث شهور عشان كده هم مشوا مع اقل تقدير في السي دي سي لو حضرتك جالك كوفيد في اخر ثلاث شهور واتخلطت تاني مع حد خلال ثلاث شهور آه إذن انت مش محتاج آه تكوارنتين لان انت عندك اجسام مضاده كويسه. مين هم المخالطين؟ اي حد اتعامل مع الشخص المصاب خلال ستة فيت او ستة قدم و15 دقيقة أو أكتر أي حد كان بياخد باله من حد عنده كوفيد في البيت عنده ده بيعتبر مخالط وإمتى ولازم يتعزل العزل قد ايه كان الاول من اربعه كان الاول في حدود 14 يوم من آآ 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 يعني من بدايه ال ال الاختلاط دلوقتي خلوه 10 ايام او ظهور اعراض وقالوا تحديدا لو في فيفر 100.4 او في نهجان او في الكلام ده كله الحالات الوحيده اللي نقلل فيها تريديوس لو انت مش عايز تعمل تيست وانت خلطت بتتعزل اوتوماتيك 10 ايام اوتوماتيك اي حد بيتخلط بيتعزل اوتوماتيك 10 ايام او سبع ايام من مسحه سلبيه بس الكي هنا او المفتاح امتى نعمل المسحه بعد التخالط لو سمحت كبرها لي بقى قوي كده دي فايف يعني ما ينفعش ان انت تخالط حد النهارده وتروح بكره تعمل مسحه او تروح بعد يومين ثلاثه تعمل مسحه. المسحه بتاعتك لا تعني شيء، اوكي؟ لازم بعد المخلطة بعد خامس يوم على الاقل، عشان كده في بدايه الحلقه قلنا لحضراتكم الافريج خمس ايام ولكن فتره الحضانه من 2 ل 14 يوم طبقا للسي دي سي لو انت خلطت بتتعزل اوتوماتيك 10 ايام من غير اي تحليل من غير اي حاجه، لو عملت مسحه وطلعت سلبيه بنقللها لك لسبع أيام بس السر إمتى تعمل المسحة بعد خمس أيام بنكون خلصنا كده مع حضراتكم الجزء الأول هنتكلم في كل الحاجات اللي تخص الكوفيد هنعمل جزء تاني بحيث زي ما أنا قلت نعمل الحلقتين دول كريفرنس أنا آسف ما قدرتش أخد أسئلة بس هجاوب على كل الأسئلة بتاعة حضراتكم بشكل شخصي زي ما أنا بحاول أعمل دايما وهنلتقي على خير وحلقة جديدة من وايت كوت السبت الجاي